السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم طلاب أولى وتانية ثانوي. أول فيديو للكتب بتاعتكم، لأن أول كتاب يوصل أولى ثانوي في مادة الفيزياء هو كتاب الموسوعة. نتكلم على الكتاب ونقول هل هو كويس ولا لا، وينفع نستشير منه ولا لا، وهل ينفع يعتمد عليه لوحده ولا لا، وهل هو نظام جديد ولا لا، وهل هنحله في المحتوى الخاص ولا لا. ده كده وسعره طبعا والكتاب وجودته والكلام ده كله. بس قبل ما نبدا يا ريت تشارك الفيديو مع زمايلك عشان الكل يبقى عارف قبل ما يشتري الكتاب، عشان يعرف هل يشتري الكتاب ولا لا وهيستفيد منه ولا لا، وهل هنحله معانا في المحتوى الخاص ولا لا. قبل ما نبدا حابب بس اقول حاجه، بس بالنسبه للمنهج فاحنا هنبدا في اول 9 زي ما احنا متفقين، يعني تقريبا الاسبوع الجاي هنبدا في المنهج زي ما اتفقت. بالنسبه لاولى ثانوي هيكون الشرح الاساسي على العام، والخاص هيكون بس للحل والمتابعه والامتحانات. اما بالنسبه لسنه تانية عشان انت محتاجه مجهود اكتر فبيكون كل حاجه على الخاص، ولكن بينزل على العام برضو شرح، بس بيكون الشرح والحل لحاجات على العام هتفيدك كاعتماد عليها، ولكن مش بتكمل كافي، اللي هو ان انت مثلا عايز تحل كتاب كامل مش بينزل على العام، او ان انت عايز امتحانات ومتابعه والكلام ده كله مش بينزل على العام، والحصص المباشره كل ده بيكون في الخاص. تفاصيلهم طبعا هتكون في اول فيديو، انتم المفروض شفتوها في اول فيديو كان نازل من فتره. ولما نيجي نبدا في منهج برضو هنأكد عليها تاني، اللي هي باختصار كل حاجه انت محتاجها بتكون موجوده زيها زي الدرس بالظبط، بس بتكون اونلاين. نبدا مع بعض في كتاب الموسوعه. طبعا هم اولى وثانيه مع بعض في الفيديو ده، عشان كده عملته فيديو واحد، الكتابين زي بعض توأم بالظبط. كتاب الموسوعه اولى ثانوي وثانيه ثانوي في الفيزياء، يعني ده اولى وده ثانيه، مش الاثنين جزئين مثلا، هو جزء واحد لاولى وجزء واحد لثانيه. سعر الكتاب 40 جنيه سواء اولى او سواء ثانيه. جوده الطباعه بتاعت الكتاب زي الزفت. هو كتاب الوان، يعني مطبوع لك الوان، ولكن الخط صغير جدا وعامل لك علامه مائيه، مش عارف ليه اول مره اشوف في حياتي كتاب فيه علامه مائيه. بس عادي انتوا لسه شباب يعني ومنظركم حلو، ما تلبسوش نظارات زينا، فهيبقى عادي بالنسبه لك كجوده كتاب مش هتفرق. هو الورق بتاعه ابيض عادي زي ورق التصوير ده، والجوده بتاعته مش قد كده جوده الطباعه يعني، ده اول حاجه. فبالتالي ده كده كسعر وكجوده طباعه. وهل هنحله بقى في المحتوى الخاص ولا لا؟ لا. ليه لا؟ يعني هو ككتاب كامل على بعضه كده، لما اقول لك المحتوى بتاعه هتعرف ان هو مفيش فيه حاجه مفيده، فبالتالي مش هنحله في المحتوى الخاص ككتاب كامل. يعني انا عشان مش هقول لك ان انا هحلك في المحتوى الخاص كتاب الموسوعه، لا، كتاب الموسوعه مش لازم ان هو يتحل في المحتوى الخاص. لو لقيت فيه حاجه مفيده، معلومه او اتنين مثلا في كتاب مفيدين هنقولهم، يعني الكتاب معايا اي حاجه مفيده فيها هقولها لكم، مش هتاخر عنكم فيها. ولكن ان هو ككتاب يعتمد عليه في المحتوى الخاص لا. وبالتالي برضو في المحتوى العام مع نفسك، يعني انت كطالب او كمدرس مش هتقدر تستفيد منه بحاجه. لو انت مدرس وليك شغلك وعارف شغلك ايه، مش هتحتاج منه حاجة، لأن الكتاب يعتبر مفيش فيه أي إضافة ولا أي حاجة. طيب إيه بقى هو محتوى الكتاب اللي أنا بقول عليه ده؟ أول حاجة هو نصين، عشان بس ما تتخيلش إن هو كالمعتاد اللي هو بيبقى فيه شرح الدرس وحله، لأ، ده شرح. الجزء الأولاني ده كده كله شرح، وبعدين تدخل على الجزء التاني بيكون أسئلة. تمام كده؟ فده محتويات الكتاب. أول حاجة الشرح، وبعدين تقلب شويتين كده تلاقي الأسئلة في الآخر، وبعدين التلت الاخير بيكون امتحانات. طيب نبدا بالجزء الاولاني وجزء الشرح. جزء الشرح هتلاقي كده رصص لك شويه معلومات ورا بعض، يعني هو بالظبط اللي انت هتشوفه في الكتاب ده، هتحس ان هي مذكره مدرس وقام رايح عاملها لك كتاب. يعني هي مذكره مدرس اللي هي بتاعت زمان بقى، اللي هي مذكرات مش عارف انتوا عارفينها ولا لا، اللي هي حد يقوم جايب مذكره من عند النت كده ويقوم رايح مصورها بخمسة جنيه، هي دي المذكره اللي معموله في الكتاب ده. للأسف ككتاب الموسوعة في الفيزياء برضو زي في تالتة برضو طلع ما يعتبرش كتاب ولا يعتمد عليه في أي حاجة. وأنا مش عشان ضد الكتاب، بس هو الكتاب بيتكلم عن نفسه، يعني أي كتاب بينزل بيتكلم عن نفسه، وبعدين إحنا بنقرأ بس اللي في كتابه وبنقول إيه اللي موجود فيه، يعني إحنا لا ضد حد ولا مع حد، ومفيش حد بيديلنا كتب ونقول عليها حلوة وحد تاني عشان مش بيديلنا كتب بنقول عليها وحشة. فهو الكتب كلها أولا مفيش حد بالنسبة لنا، أنتوا طبعا سنة أولى فأول مرة أتكلم عن الكتب بالنسبة لكم، سنة تالتة في فيديوهات كتير نزلت على الكتب والناس كلها عارفاها، إنما في سنة أولى أول مرة تشوفوا الفيديوهات دي. فبالتالي اللي أنا عايز أقوله لك إن أنا ماليش علاقة مع حد مباشرة، إن أنا أقول ده شغله حلو وحد تاني مش بحبه مثلا أقول عليه وحش. فأنا بغض النظر عن كل ده، أنا بتكلم كمدرس فيزياء بقدم محتوى لطالب ثانوية عامة أو طالب أولى ثانوي او تانية ثانوي. فاللي انا عايز اقوله لك، هل شغلنا كفيزياء هل ينفع معانا الكتاب ده ولا لا، ده اللي انا بتكلم فيه. وهل مضمون الكتاب مفيد ليك انت كطالب لوحدك ولا لا، ده برضو اللي احنا بنتكلم فيه. فكشرح هو عادي بيشرح لك الكلام، بس اللي هو اللي انا اقصده انه مفيش فيه اضافه عن الاساس اللي احنا معتمدين عليه دايما، وهو كتاب الامتحان.
تمام كده. وده مش موضع مقارنه ما بين الكتابين، ولكن انا بقول كاساس. طبعا بيكون هو كتاب الامتحان لاسباب كثيره، لما ينزل كتاب الامتحان هنتكلم عنها، ولكن اللي انا بقوله كشرح ده شرح كله اولا كلام نظري على بعضه كده. علم الفيزياء هو ذلك العلم الذي مش عارف ايه، وبيشرح لك حكايات والقياس وكذا كذا واهميه القياس وجداول ومقارنات وشغل نظري و وكشرح لازم يكون مكتوب، بس مش بالطريقة اللي معمولة قدامنا دي، لأن ده ما ينفعش طالب يفهم منها حاجة. ده طالب انت عايز تقول له احفظ لي الحاجات دي كده كلها. وحتى القوانين بتتكتب القوانين وخلاص، يعني مفيش فيها أي تفكير ولا أي حاجة. والأمثلة المحلولة بيكتب كام مسألة كده، 3 4 أمثلة وبس. يعني حتى صيغة الأبعاد اللي هي فيها أفكار كتيرة جدا مفيش فيها أي حاجة. وبس كده، ده الدرس الاولاني. وبعد كده الدرس الثاني، ده طبعا بالنسبه لسنه اولى، دخل على الدرس الثاني على طول. المهم شرح يعني اللي هو بالطريقه اللي انتوا هتبقوا شايفينها دي، هو اللي انتوا عايزين تشوفوها. يعني مش عارف هي الجوده كده هتبقى واضحه بالنسبه لكم ولا لا، بس هو يعني انا لو انا مكانك كطالب مش عارف اشتغل من الكتاب ده بصراحه. ولكن ما علينا، هو يعني هو صفر خالص، ما ينفعش الكتاب يعتمد عليه. هقول لك هو حاليا في ضمن الظروف اللي احنا فيها، فالناس مش عايزه تصرف كتير. يعني انا اصلا ندمان ان انا جبته بال 40 جنيه دول، ككتابين ب 80 جنيه وكتاب بتاع ثالثه برضه 55 جنيه، يعني كتير بصراحه على الفاضي. ف لو انت معاك كتاب الامتحان، وده طبعا ما ينفعش نقول ما نجيبش كتاب الامتحان ونجيب الموسوعه، ده حاجه مستحيله طبعا. الاساس هو كتاب الامتحان، فبالتالي لما تجيب كتاب الامتحان الكتاب ده بالنسبه لك هيبقى مذكره كده حد مشحتها لك مثلا. معلش بس عشان كتاب بيعصب بصراحة. بنيجي بقى للجزء الثاني وهو جزء الأسئلة. طيب أولا أنا كنت شفت جزء الأسئلة، فالجزء الأولاني ده برضه كان مضايقني بسبب إن هو مفيش أسئلة إزاي، فلقيت أسئلة بعد كده. ولكن فيها بقى مشاكل الأسئلة دي كتير. بعض المسائل أو بعض الأسئلة ملهاش أي 60 لازمة خالص، ومش أصلا حاجة في منهج. يعني مثلا من ضمن الأسئلة بيقول لك اتخذ الإنسان في الماضي مين كمقياس للزمن؟ هل شروق الشمس ولا غروب الشمس ولا دورة القمر ولا جميع ما سبق؟ يعني سؤال زي ده مش عارف جايبه ازاي، مقتنع ازاي ان هو طالب في أولى ثانوي يسأل سؤال زي ده؟ احنا مالنا ومال قديم الزمان وفي حاجة اسمها شروق الشمس ولا غروب الشمس؟ ما علينا. يعني هو الدرس اللي عندك اسمه أجهزة القياس. يعني احنا بنقيس ايه بإيه حاليا؟ في وحدات قياس، أدوات قياس. زمان بقى كانوا بيقيسوا بايه ده مش موضوعنا، يعني بالاضافه ان هي معلومه معروفه يعني ان هم كانوا زمان بيقيسوا بايه بالشمس. وكان في بعدها بقى لما بداوا اجهزه، اول حاجه كانت الساعه الرمليه، والكلام ده طبعا طلاب اولى ثانوي عارفينها لو بداوا. ولكن كاسئله زي دي ملهاش لازمه. بعد كده بيالف بعض الاسئله ما بتنفعش تتالف، يعني صيغه السؤال واحد فاشل عربي اللي مالفها مش عارف. بالاضافه لبعض الاسئله بقى اللي هي صح هتلاقيها موجوده في كتاب الامتحان، يعني هو الاسئله الصح اللي فيه هتلاقيها هي اللي جايه من كتاب الامتحان تقريبا، وبنفس نفس النص ونفس الصيغه بتاعه الاسئله. وهي مش عشان هي كتاب الامتحان مخترعها مثلا، هو الاسئله الاساسيه اللي بتبقى معروفه في المنهج، المنهج بيكون ليه محتوى اساسي بيكون موجود في كل الكتب، ولكن احنا بنقول كده موجوده في كتاب الامتحان لان هو كتاب الامتحان يعتبر اشهر كتاب او اكتر كتاب ثقه موجود في الثانوي، وكان معاكم برضو في اعدادي قبل كده. وبيبقى عامل الاسئله بنظام معين، خلاص الناس كلها عرفت ان ده كتاب الامتحان، فهو بيقوم واخد نفس الاسئله حاططها بنفس الشكل، فبالتالي هو ناقلها من كتاب تاني مش حتى بيعمل زيها. بس كده، ده كده كل حاجه عن كتاب الاسئله. هنقلب شويتين كده ان هي بقى امتحانات. طيب الامتحانات دي هل هي الحاجه اللي تشفع للكتاب ان احنا نشتريه؟ ممكن لو انت عايز تحل امتحانات ماشي، يعني هو جايب امتحانات كويس، حاجه يعني الحاجه الكويسه الوحيده اللي هو عملها تقريبا ان هو جايب امتحانات كتير. ولكن هل ده يستاهل ان انت تشتري الكتاب؟ اقول لك لا، لان الامتحانات دي كلها موجوده على النت، لانها امتحانات وزاره، وهتلاقيها مع اي مدرس، يعني اي مدرس معاك هتلاقي معاه الامتحانات دي، تمام كده. وفي الاخر هتلاقي اجابات. فلو انت عايز تشتري الكتاب، الحاجه الوحيده اللي هتخليك تشتري الكتاب هي الامتحانات اللي موجوده فيه، لان دي الحاجه الوحيده اللي تثق فيها في الكتاب ده. اما كل الاسئله اللي فيه ما تثقش فيها، الشرح هيجبرك غصب عنك انك تحفظ، لان الطريقه دي طريقه التحفيظ اللي هو ايه، اهميه كذا وملحوظات كذا احفظها، وصيغه الابعاد اهميتها 1 2 رقم 3 رقم 4 والكلام ده كله. فده كده كل حاجه عن كتاب. طبعا اتكلمت كتير على اولى، بس تانيه نفس النظام. وبالنسبه لطلاب تانيه فهم فاكرين منهج اولى، فهيبقى الموضوع اللي انا قلته ده انتوا فاهمينه. منهج بقى سنه تانيه نفس النظام بالظبط، نفس الطريقه، نفس كل حاجه، نفس طريقه الشرح. بعدها بتلاقي اسئله، طبعا محتويات الاسئله عشان تبقوا عارفين اللي هي اكمل واختياري وبعد الاختياري هتلاقي المصطلحات العلميه وما المقصود
وحتى ما المقصود هتحسها منقولة يعني بالنص كده من كتاب الامتحان، واخدينها صورة وحاطينها بس. ودي كده الأسئلة، وهتقلب شوية المفروض هيكون في برضو امتحانات في الآخر، في بعض الامتحانات اللي هي محافظة الشرقية وإدارة مش عارف ايه كده وإدارات، يعني امتحانات ومعظمها كانت مش بالنظام الجديد كمان، يعني الامتحانات اللي موجودة مش بالنظام الجديد، يعني مش يعني تقريبا دي امتحانات قديمة أو من العصر الحجري مش عارف، يعني دي مش امتحانات السنة اللي فاتت، امتحانات السنة اللي فاتت كانت نظام جديد مش هي دي اللي موجودة. معظمها أزهر فعشان كده هي نظام قديم. تمام كده، ده كده بالنسبة لي الكتابين، كتاب الموسوعة فيزياء أولى ثانوي وتانية ثانوي. ملخص الفيديو، لو أنت طالب عايز تعتمد على كتاب واحد مينفعش تعتمد على كتاب الموسوعة. لو أنت طالب حالتك المادية تسمح إنك تشتري أكتر من كتاب، وعايز تشتري الكتاب ده مثلا عشان فيه امتحانات أو عشان فيه أسئلة مثلا ممكن تكون زيادة عن كتاب الامتحان، فعادي براحتك هتشتريه، ولكن هو كأساس لا يعتمد عليه. أشوفكم فيديو جديد إن شاء الله مع كتاب جديد، وإن شاء الله أي كتاب بينزل هعمل له فيديو أوضح لكم إيه محتوى الكتاب، وهل ينفع يعتمد عليه لوحده ولا لأ، وإمتى تشتريه. فأنا هنا قلت لك الكتاب لا يعتمد عليه لوحده، ولكن بقول لك أنت ممكن تشتريه لو أنت عايز تحل امتحانات إضافية مثلا، سواء هي كانت نظام قديم أو نظام جديد عادي. طيب لو أنت طالب أزهر هل تشتريه عشان في امتحانات أزهر؟ ده برضه حاجة ممكن تشتريه عشانها. لو مفيش في الكتب التانية امتحانات فعادي ممكن تشتريه، أنا مش بقول لك ده مستحيل تشتريه، عادي تشتريه بس في الحالات اللي أنا قلتها دي بس. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.